أهلا بكم من جديد. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسل إيل سموتريتش بشأن ضم الضفة الغربية لإسرائيل ليست مواتية لبناء سلام دائم. ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مصادر مطلعة أن مسؤولين اثنين على الأقل من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب وجهوا تحذيرات لوزراء إسرائيليين بارزين من فكرة افتراض أن ترامب سيدعم مخططات ضم الضفة الغربية خلال ولايته الثانية. فماذا تعني هذه التعليقات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية في هذا الوقت؟ وكيف ستعامل الإدارة الأمريكية الحالية والمرتقبة مع هذا الأمر؟ 2025 لاقت التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسل إيل سموتريتش بشأن ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل رفضا من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الرفض جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر الذي قال إن هذه التصريحات تتعارض بشكل كامل مع المبادئ التي وضعها الوزير أنتوني بلينكين في طوكيو العام الماضي، مؤكدا أن تصريحات سموتريتش ليست مواتية لبناء سلام دائم. وكان وزير المالية الإسرائيلي قد أثار الجدل بتصريحاته بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية قائلا إن فوز ترامب يعد فرصة لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، لكن تقارير إعلامية إسرائيلية كشفت عن تحذيرات أمريكية من أنه لا ينبغي الافتراض أن إدارة بايدن سوف تدعم مخططات الضم. ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مصادر مطلعة أن مسؤولين اثنين على الأقل من إدارة ترامب السابقة وجهوا تحذيرات لوزراء إسرائيليين بارزين من فكرة افتراض أن الرئيس المنتخب سوف يدعم مخططات ضم الضفة الغربية خلال ولايته الثانية. تصريحات سموتريتش تبعها تصريحات مشابهة لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الذي قال إن إنشاء دولة فلسطينية ليس أمرا واقعيا، ووصف ساعر أي دولة فلسطينية مستقبلية بأنها ستكون دولة حماس. السلطة الفلسطينية انتقدت من جانبها تصريحات سموتريتش بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مؤكدة في بيان أن تلك التصريحات تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة خلال العام المقبل. وللنقاش معي من واشنطن جوردون غراي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى. سي غراي أهلا بك معنا. بعد هذه التعليقات من الجانب الإسرائيلي بإمكانية ضم الضفة الغربية وأيضا الفرح بفوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب باعتباره كما يرون أنه سيساعد في هذا السياق، ما هو الموقف الأمريكي الرسمي حيال هذا الأمر؟ هل يتعلق الأمر فقط بالتعليق على أن هذا الحديث لن يقود إلى سلام دائم، أم أن هناك خطوط حمراء إذا ما أقدمت إسرائيل على هذا الأمر؟ أولا شكرا لاستضافتي في برنامجكم. ثانيا أنا مسؤول حكومي سابق وبالتالي أتحدث بلساني أنا وليس بالأصالة عن الحكومة الأمريكية. إدارة بايدن أو سياستها كانت واضحة وهي أنها لا تدعم ضم أراضي فلسطينية، والسبب وراء ذلك ليس فقط حقيقة أن هذا غير قانوني في ظل النظام الدولي والقانون الدولي، أيضا لأن هذا يمثل عقبة كبيرة في وجه التفاوض للوصول إلى أي حل سلمي من ناحية الخلاف الإسرائيلي الفلسطيني. وبعد أن قلت ذلك، في وقت سابق من هذا اليوم الرئيس بايدن رحب بالرئيس المنتخب ترامب في البيت الأبيض، وحقيقة الأمر هي أنه خلال شهرين الرئيس المنتخب ترامب سيعود إلى البيت الأبيض وإلى المكتب البيضاوي، ولا أعتقد أن الإسرائيليين سيتخذون أي إجراءات متسرعة من حيث ضم الضفة الغربية في الأيام الأخيرة من ولاية بايدن.
وأنا لا أشك في أنهم سيعبرون عن رغباتهم، أقصد الأعضاء اليمينيين في حكومة رئيس الوزراء نتنياهو. الآن إذا ما أقدم الإسرائيليون على هذا الأمر، سواء الآن بما تبقى من ولاية بايدن أو في المستقبل، ألا تعتقد بأن هناك ما يبرر فرح الإسرائيليين بفوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب باعتباره هو أول من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وكذلك اعترف بسلطة إسرائيل على هضبة الجولان، فيعتقدون أن هذه إشارات إلى أنه أيضا بالفعل سيقوم بما يرغبون به الإسرائيليون؟ أعتقد أن من المهم الاستماع إلى التحذيرات التي أطلقها مسؤولين قريبين من الرئيس المنتخب ترامب، عندما قالوا جيسون جرين بلاك مثلا، وهو واحد من مفاوضي الشرق الأوسط الذي يعملون مع الرئيس ترامب، ثم صهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر قال، وأنا أقتبس، قال إن الناس الذين يؤيدون الضم عليهم أن يلتقطوا أنفاسهم، ومهم أن نتذكر أن إدارة ترامب لن تتعامل مع الضم والمشاكل التي سيخلقها هذا الضم في الأيام الأولى من استلامهم لمناصبهم. هناك قضايا أخرى يريدون التركيز عليها، وأعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو له علاقة جيدة مع الرئيس ترامب، وهو يفهم جيدا السياسات الأمريكية، ولا أعتقد أنه سيكون غبيا بما فيه الكفاية للمبالغة في قراراته السياسية. هذه إدارة ترامب الثانية، وهو يعرف أنه سيجد أذانا صاغية في البيت الأبيض. كذلك سيد غراي، وتحدثنا قبل قليل عن الإشارات الأولى في ولاية ترامب الأولى، الآن من ضمن التعيينات الجديدة التي وضعها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، من اللافت بأن يضع الحاكم السابق لولاية أركانسا مايك هاكبي لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل. هناك موقع أكسيوس نقل عن تصريحات لهاكبي كان قالها في العام 2008، قال لا يوجد ما يسمى فلسطين، وإذا أراد من يعيشون هناك دولة عليهم أن يأخذوا من الدول الأخرى المجاورة العربية وليست من هذه الأرض. الحاكم هاكبي رشح لمنصب سفير في إسرائيل ولم يتم ترشيحه ليكون وزيرا للخارجية أو مساعد الوزير لشؤون الشرق الأوسط. مهم أن ننظر على المقترحات التي وضعتها إدارة ترامب الأولى على الطاولة في 2020 عندما دعت إلى ضم المستوطنات، ولكن لم تدعو إلى ضم كل الأراضي الفلسطينية. وقد يكون هذا مريحا للفلسطينيين الذين يريدون دولتهم الخاصة بهم، ولكن لا أعتقد أن إدارة ترامب في بداية عهدها ستدعم الضم. تذكر أنه بالإضافة إلى الأصوات الإسرائيلية اليمينية المتشددة التي تدعو إلى الضم، وبالإضافة إلى نفوذ السيد نتنياهو مع الرئيس ترامب، إلا أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أيضا الرئيس ترامب يستمع إليه،
وله نفوذ على الرئيس ترامب. لا أريد أن أقول نفوذ، أو ما أعنيه هو أنه سيستمع إلى نصيحته إلى درجة ما، سيستمع إلى ما يقوله الأمير. وواضح أن ولي العهد محمد بن سلمان سيحاجج ضد سماح إدارة ترامب بالضم. هذا العامل يجب أن يدخل في المعادلة أيضا. ما زلنا نحن نتحدث عن سيناريوهات هذه ليست موجودة وليست مطروحة حتى الآن، ولكن في حال حصول ذلك أو شيء من هذا القبيل في بداية ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترامب، برأيي كيف سيكون شكل الصراع في المنطقة وتحديدا في الأراضي الفلسطينية؟ الحرب ما زالت قائمة في قطاع غزة، وهناك أكثر من 42 ربما 43 ألف قتيل، معظمهم من المدنيين سقطوا في غزة منذ أكثر من عام. وإذا ما حصل الضم، هذا يعني بأن كل الفلسطينيين الموجودين لن يبقوا مكتوفي الأيدي بطبيعة الحال. لا أعتقد أن الفلسطينيين لسوء الحظ لديهم الكثير من التأثير في هذا الموقف. لو مضى الإسرائيليون قدما بعملية الضم، الإنسان قد يتوقع ردا عنيفا في الضفة الغربية لو تم ضم الضفة الغربية، ولكن كما أظهرت الأحداث في غزة، الإسرائيليون لديهم قوة ساحقة وهم أكثر من مستعدين لاستعمالها. سيد جولدن جراي، شكرا لك حتى الآن، ولكن أرجو منك البقاء معي لمناقشة موضوع آخر في سياق الحرة الليلة.